موجة تعاون مع وزارة الشباب والرياضة احنا بنحقق افضل بيئة مناسبة للتسويق الرياضي داخل جمهورية مصر. مش مجرد مصر كمقصد سياحي على الآثار القديمة، لا، احنا كمان بنوفر البيئة المناسبة للسياحة العلاجية والسياحة الرياضية عشان تبقى مقصد لدول افريقيا كلها ودول شرق اسيا ودول اوروبا ان هم يحققوا الكامبات بتاعتهم موجودة عندنا. نستغل الساحات الرياضية اللي موجودة عندنا في مختلف الجوانب. كمان كنا رعاة سكاي سبورتس وسكاي وان وسكاي فاروس الموجودة كرياضات هواء في مصر والكرة اليد عشان نقدر نوفر أفضل بيئة مناسبة للسائح الرياضي أو اللاعب أن يكون موجود من حجز الطيران من الفنادق من الانتقالات الداخلية. بنوريهم مصر كما يجب أن يروها. احنا موجودين النهاردة كسبونسر معاهم، بنشجعهم طبعا على الاستثمار اللي هم بيعملوه. الاستثمار مش بس رياضي، حابين نبقى موجودين كمشاركة نعرف أكتر الناس عن إعمار هوسبيتاليتي، ننشر فكر الناس وثقافتهم انه مش بس اعمار مش عقارات بس، مظبوط، لا، موجودين كمان هنا كفنادق موجوده في مصر. احنا عندنا في الاستثمار الرياضي، عندنا النهارده في الفتره الاخيره ديت كان الاستثمار الرياضي خد باع جامد جدا جدا على مستوى وزاره الشباب، لان هو اساسا احنا اساسا يهمنا اللي احنا نجيب دخل قومي لبلدنا. فالاستثمار الرياضي احد الحاجات دلوقتي الرئيسيه في الدخل القومي. ألوع إن الاستثمار الرياضي مش بس في الدخل، الاستثمار الرياضي بيبقى في الشباب نفسهم، لما في الألعاب الرياضية اللي موجودة بنعمل بطل أولمبي، بنحقق أرقام، فكل ده داخل في الاستثمار الرياضي. احنا عاملين بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة اللي احنا عن طريق اللي احنا عملنا اوريدي عيادة طبية في العاصمة الإدارية، واحنا مسؤولين عن العيادة دي كلها، زائد اللي احنا هنرعى 2 من الابطال الاولمبيين في الاولمبيات اللي جايه ان شاء الله. ده طبعا بالتنسيق طبعا مع الدكتور اشرف صبحي، احنا اوريدي متفقين على في البروتوكول بتاعنا اللي احنا هنرعى 2 لعيبه من اللعيبه هم على حسب اختيارهم. طبعا احنا عندنا رينج جديد من السبورت سبلمنت اسمه ليميتلس الفا، ده رينج كامل من المكملات الرياضيه الخاصه بالرياضيين او الرياضيين بما فيهم الرياضيين الاولمبيين، بما ان وزاره الشباب بتدعم الرياضات الاولمبيه. فاحنا موجودين النهارده في اول مؤتمر الملتقى العربي الافريقي للرياضه النسخه الثانيه، وهتتوالى التعاون مع وزاره الشباب والرياضه في الانشطه الرياضيه المختلفه زي ماراثون زايد في الخير، ابداع للجامعات، مختلف الانشطه اللي هي بتدعم الرياضي المصري. والله احنا النهارده بنوقع بروتوكول تعاون مع شركه كابتكس اللي هي اصلا تابعه لوزاره الشباب والرياضه في تبادل المنتجات. شركه كابتكس تعمل منتجات النجيل الصناعي، فاحنا بنتعاون معاها ان احنا بناخد نفس المنتجات دي ونبتدي احنا ننشرها في مصر، وبنبتدي نعمل مشاريع بره. هما برضو بيتعاونوا معانا في المنتجات بتاعتنا. الشركه عندنا مميزه في الاعمال المطاطيه واعمال الترتان، فبتبقى شراكه متعاونه ما بيننا وبين وزاره الشباب والرياضه عن طريق مصنع كابتكس. ماشيين بالتوازي، يعني مع بلان وخطة موجودة ثابتة لتطوير الرياضة المصرية، لكن بمفاهيم مختلفة، بمفاهيم اقتصادية ومفاهيم استثمارية. الحقيقة الوزارة في استثماراتها ما بتستثمرش لزيادة رؤوس الأموال، لكن بتستثمر لتغطية الجانب الاقتصادي لمشروعاتنا وإزاي إن احنا نطور وكمان نخفف الحمل للموازنة الحكومية. لكن في المقابل بندعم السوق والقطاع الخاص الرياضي المصري يكون في ضخ أموال سواء بالتعاون والشراكات الخارجية أو الداخلية. القطاع الخاص يزيد في موضوعات متعددة من مفهوم الاستثمار والاقتصاد الرياضي، سواء في الصناعة الرياضية، صناعة الأدوات والمستلزمات الرياضية، وده بيقلل جزء كبير جدا من استيراد الأدوات الرياضية أو صناعة الرياضة نفسها.